معي مداخلة الآن مع العميد عادل الحشاش، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. مساك الله بالخير عميد عادل. حياك الله، مساك الله بالخير. طول عمرك. شلونك عميد؟ طول عمرك. أمس عميد عادل حطينا تقرير من داخل السجن المركزي في المساء، وانتشر المقطع أيضا اليوم، وتم تداوله أيضا تصوير عن أحد داخل السجن وما قامت فيه. واحد المشرفات اشتكت بأنه ما في سيطرة عليها وهناك نقص، وفي أمور ما ودي أتكلم وياك، أتكلم وياك بعدين إن شاء الله أبو عميد عادل. إيش قصة المقطع هذا؟ مرة ثانية راح فيك محمد، وأيضا تحيتي حق أخوانكم المشاهدين، وبالعكس الحقيقة الاتصالات ليات اليوم، ويمكن الانتشار هذا شريط المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي فرصة أن اليوم أن نتكلم شوية ونفند في هذا الموضوع، ونتكلم بشيء من الواقع، الواقع اللي إحنا نتعايش معه داخل هذه المؤسسة الإصلاحية، والمشاهد هو من يقرر ويعرف بالضبط أن الدور اللي قاعد تلعبه المؤسسة الإصلاحية في معالجة مثل هذه الظواهر اللي قاعد تصير. أنا أمانة يمكن من الوهلة الأولى، وكان الحقيقة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، يعني اهتم الحقيقة في المقاطع وأيضا الصور اللي انتشرت في هذا الجانب. نعم. وكان لنا اتصال هنا أيضا مع اللواء خالد يين الوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، حتى نفند بس النقطة. أبي من دقيقتين بس خذ راحتك عميد. بداية الله يسلمك، النزيلة هذه أمانة يعني مو أول حالة بالنسبة لها تقوم في مثل هذا العمل. سبق أن قامت بالكثير من حالات الشقب داخل سجن النساء. هي بالمناسبة دخلت محكومة في عدة قضايا، القضايا دخلت السجن النساء من سنة 2014 وما زالت الآن موجودة تنفذ العقوبة على عدة قضايا. عليها قضية طبعا مسجلة في 2013 جناية حذف عرض وسرقة، وعندها أيضا تهديد بإنزال ضرر بدني في قضية أخرى، وقضية ثالثة متهمينها بسرقة، وقضية رابعة متهمينها بضرب أفضى إلى آلام بدنية، وتنفذ الآن عقوبة الحبس في الأحكام أو في القضايا اللي أنا قلت لك عليها بالكامل من سنة 2014. القضية بدأت بأن في هناك أحد الهواتف الممنوعة استخدامها داخل المؤسسة الإصلاحية تم عملية أثناء التفتيش من قبل إدارة سجن النساء. ثارتها إن شون إن ضبطوا التليفون عندي، حدث عندنا الشقب، أخذت طفائية الحريق، ومثل ما حصل بالمشاهد اللي حصلت كلها بالكامل، رشت البودرة الحريق والأمور هذه كلها بالكامل في هذه الناحية. طبعا أمام هذه الأمور تلقائيا بأن طبعا هذا الكلام حصل يوم الجمعة، جمعة الظهر بعد صلاة الجمعة بالتحديد يعني. بعد ما حصل هذا الموضوع طبعا الإدارة قامت بإجراءاتها كلها بالكامل، وتكل يعني اتخذت الإجراءات اللي متخذة في هذا الموضوع. لكن اللي أحب أفند ووضحها على الكلمة اللي قالتها الأخت اللي ادعت، قالت أنا أم محمد وهي مشرفة السجن النساء. حتى أنا أقول لك أنا بالمناسبة قالت أن في هناك إصابات ما بين أطفال وما بين نزيلات، أحب أوضح لك بأن ما في هناك أي حالة راحت إلى مستشفى السجن وقالت أنها هي تعاني من يعني من أضرار اللي حصل في هذه الناحية، وأيضا ما في حتى أطفال حصل معنا في هنا هذه النقطة. وبالتالي الادعاء أن يقولون والله في هناك نوع من حالات الاختناق أو الإصابات أو غيرها من هذه الناحية، ما في تماما مثل هذه النواحي. اللي أحب أن أوصل لك فيه يعني بشكل مختصر وبشكل سريع وواضح في هذه الناحية، يمكن عدة أسئلة أخوي محمد تدور في ذهنك ودور في ذهن أخوانك المشاهدين، ليش هذه النزيلة ما تكون موجودة في سجن انفرادي طول فترة تنفيذها لهذه العقوبة؟ حتى نوضح لك لهذا الجانب، إحنا الآن نمشي على يعني برنامج زمني إصلاحي، والبرنامج الزمني الإصلاحي له منهج ولا طرق ولا تدريس معين. القانون السجن يقول لك ممنوع أن النزيل أنك تحط في زنزانة انفرادية لمدة تتجاوز أكثر من 7 أيام بحكم القانون، وليس الآن هذا إجراء من وزارة الداخلية. حدك 7 أيام بعدين دخلها عنبر عشان تكون هناك ضمن برنامج إصلاحي، وإذا حدث هناك نوع من عملية الإخلال في البرنامج تعود مرة ثانية إلى السجن الانفرادي. هذا اللي أحب أوضحه في هذا الجانب.
اللي حب أن أذكره في هذا الموضوع بأن هذه القضية بالنسبة اللي نتكلم عنها الآن، وهذه الآن نتكلم بمكملها أخوي محمد، ما هي قضية حالة. ترى على فكرة الحالة هذه تكررت عندنا بسجن رجال وتكرر عندنا بسجن نساء، لأن هنا قاعد نتكلم عن سلوك، وسلوك النزيل أو النزيلة هو من يحكم تصرفاته داخل المؤسسة الصلاحية. وأخوي محمد، ما دخلت البنت أو الريال هذا المكان إلا في هناك خلل معين في سلوك محدد دخل من خلاله لداخل المؤسسة الإصلاحية. فبالتالي أنت لما تعالج سلوك لازم تتوقع ردات الفعل، وردات الفعل بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وبهذه المنوال وهذه كلها. حتى ألخص الكلام اللي أنا أقوله، أحب أن أوضحه بأن داخل مؤسسة الإصلاحية سواء سجن النساء مثل ما حصل في هذه المناظر أو الرجال، الظواهر اللي تشوفها هذه قد تتكرر، ولكن أبعادها نعالجها داخل مؤسسة إصلاحية. التلفونات اللي أمس ذكرت وانتقدت الحقيقة إدارة مؤسسة إصلاحية إن شلون تلفونات موجودة داخل معاهم، اتحصل لأن التلفونات قد تكون تهرب بعدة وسائل، لأن مؤسسة إصلاحية تعتمد على خدمات كثيرة من إعاشة وتموين وتدريس وغيرها، ويوميا ترى نضبط حالات يوميا ونحيلها إلى المقفر وسجل عليهم قضايا. حتى هذه النزيلة زينب راحت الآن سجلت قضية عليها قضية من قبل وزارة الداخلية، إتلاف مرافق وأحداث شقب وإتلاف أملاك دولة وغيرها من هذه الأمور. يعني اللي حب أن أوصله بالنهاية حتى نختم هذا الموضوع، نطمن الجميع أخي محمد ونطمن كل من يشاهدنا الآن بأن مثل هذه التصرفات سواء تحصل هنا أو هناك هي تصرفات سلوك تعالج في لحظتها، وإدارة المؤسسة تعي تماما البرنامج الإصلاحي اللي تقوم فيه بالكامل. النزيلة اللي قامت بهذا العمل لها سوابق كثيرة في هذا الجانب، وسجلت عليها أيضا قضايا أخرى داخل المؤسسة نتيجة عدم التزام في مثل هذه الأمور. فبالتالي الحقيقة هذا بس اللي حب أوضحه في هذا الأمر. ويعني في هناك أيضا جوانب أخرى أخي محمد أقول لك يا للأمانة ما نقدر نتكلم عنها بالعلن في وسائل الإعلام، فبالتالي يعني الآن أتكلمت بعموميات وتكلمت في أمور ظاهرية، وثق تماما بأن المؤسسة الإصلاحية ترى قاعد تقوم في جهد جبار نحو إعادة النزيل أو النزيلة مرة أخرى إلى المجتمع، وهاي ضريبته اللي قاعد تشوفها الآن هي ضريبة الإصلاح والعودة من جديد ضمن منهج مبرمج إصلاحي داخل مؤسسة إصلاحية. ممتاز. العميد عادل حشاش مدير عام الإدارة العام للعلاقات والإعلام الأمني، شكرا لك على تواصلك الدائم معنا وعلى راسي. الله يسلمك. تسلم. على ما يجهز الاتصال الثاني أعزائي